أجواء احتفالية مفعمة بالجمال والتنوع تعيشها مدينة العالمين الجديدة، ما بين فعاليات رياضية وفنية وثقافية مليئة بالبهجة والجمال. وعلى المسرح الروماني قدم كورال مركز تنمية المواهب بالأوبرا عرضا فنيا ضمن فعالية المهرجان. سهرة فنية غنائية تفاعل معها جمهور المسرح الروماني بالمدينة التراثية. سهرة كورال مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا قدمت باقة من أشهر الأغاني ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة. الحقيقة دي أول مرة أجي فيها العالمين، بس الحقيقة انبسطت جدا، المكان في غاية الروعة بصراحة. أول مرة أجي بجد، فخورة جدا إن أنا جيت النهاردة. الحقيقة أحلى من اللي أنا كنت متخيلها بكتير، واتمنى كل زمايلي يجوا بجد، وفخوره ان انا كنت جزء من النهارده. ما شاء الله كميه مواهب بطريقه يعني درجه خلتني انا افرح. تمام، احنا جايين طبعا نشوف مواهب مصر بصراحه ما شاء الله، وانا لا مكان تحفه جدا جدا، تجهيزات اداره كل حاجه ما شاء الله بجد. وشارك طلاب الجامعات في فعاليات المسرح الروماني وتفاعلوا مع أغاني متنوعة مثل الليلة الكبيرة ولولا الملامة وطاير يا هوى، وأبدى الطلاب إعجابهم بأجواء الحفل وتنظيمه. التنظيم كله بتاع الحفلة بيرفكت بجد، وأكتر حاجة عجبتني إن المشاركة بتاعت الطلاب والتنظيم بتاعهم، يعني كل حاجة متنظمة حلوة تحفة بجد بجد تحفه. انا جيت قبل كده والاجواء ممتازه بصراحه، واليوم ماشي حلو من اوله وكل حاجه تمام. يعني الاجواء جميله جدا جدا جدا، المنشات روعه جدا، المسرح الروماني حاجه جميله جدا، الاحتفاليه جميله، دار الاوبرا الصراحه عامل شغل عالي قوي، الاجواء روعه الصراحه حاجه جميله. لا لا منشات جميله والبلد جميله خالص. ويعد مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا أحد المراكز المتخصصة بوزارة الثقافة في دعم الشباب واكتشاف مواهبهم، والذي يشارك بتقديم مواهب شابة في الغناء والعزف ضمن الفعاليات الثقافية بمهرجان العالمين. كريم بيبرس، التلفزيون المصري.